للاقارب ولو كانوا كفارا لا بد من صله الوالدين صله الاقارب قال كيف اصل اقاربي وانا هنا في بريطانيا وهم في المغرب لا استطيع نقول الذي تستطيع وتقدر عليه لا بد من فعله بعض الناس لا يوجد لديه رقم مثلا عمه ولا خاله نعم نعم ماذا تصنع تعرف انه في نظام العائله وفي نظام الاسلام انه مثلا في عيد الاضحى عيد الفطر لا بد من الاتصال ليس ارسال رساله جماعيه للعائله كامله لا لا بد من الاتصال مباشر تتصل سواء كان باتصال مباشر او اتصال عن طريق هذه الوسائل لا يرسل رساله ويقول والله انا واصل لرحمي نعم عندما مثلا يتكلم مع والدته طبعا هو يتكلم مع والدته مثلا في كل ثلاثة أيام في كل أسبوع أكثر شيء يقول لها إذا كنت تتكلم مع خالاتي وأخوالي سلمي عليهم فالوالدة تقول ابني يسلم عليك يقول ما شاء الله هذا بار هذا عنده صلة للأرحام نعم هذا الأمر صعب يكون عندكم مثلا في العائلة يوجد زواج أو يوجد وفاة فماذا تصنع تتصل وتهنئ في الزواج وتعزي حال الموت نعم